وتأمل في حديث أمر عليه الصلاة والسلام أن نتعلمه، والذي لم يحفظه فليحفظه، والذي ما تعلمه فليتعلمه، واللي في بيته من الأبناء والذرية ما تعلموا هذا الدواء فإن الأحزان على قوارع حياتهم وعلى أبوابهم، بل على أبواب العيون والقلوب الأحزان، حتى نتعلم كيف ننكسر بين يدي الله. الحبيب علمنا دعاء يزيل الهم، يزيل الغم، بل ويبدل الله الهم فرحا والضيق فرجا، والحديث صحيح. الصحابة بعد أن قال الحبيب لهم هذا قالوا: أنا تعلمه يا رسول الله؟ قال: نعم، حق على كل مسلم أن يتعلمه، حق على مسلم، كل مسلم إذا سمع هذا الحديث أن يحفظه، لأنك تحتاج كل يوم أن تزيل عن نفسك بعض الوعثاء والغبرة التي لا بد أن تعلو القلب في الحياة. إذن في الحياة أنت معرض على الأحزان، غسيل الأحزان بدعاء. ما هو؟ اللهم، عندما قال صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: إن اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. ثم قال بعد ذلك: وجلاء حزني وهمي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عنه همه وغمه وأبدله فرحا، وفي حديث أبدله فرجا، وفي رواية. الله أكبر، ليس فقط يزول الهم بل تشعر بلذة ورق. والله إن القلوب أحيانا تتراقص فرحا، والله إن بعضنا يشعر يقول: يا شيخ، في صدري سعادة وفيه حلاوة، والله إني من السعادة أبكي، والله يا شيخ أني أبكي، كما قال بعض السلف: إن كان الملوك وأبناء الملوك فيما نحن فيه من السعادة، ها، إذن إن حياتهم إذن لحياة سعيدة. وبعضهم يقول: لجالدون عليه. ما أجمل أن تشعر بالفرح، ولن يجلو ذلك إلا الانكسار بين يدي الله: إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. ثم تسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ما تعرفها وما لم تعرفه، ما علمه وما استأثر به في علم الغيب عنده، ثم تسأله أن يجعل هذا القرآن نور قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وهمك. وهنا وقفه.